طول دين ازهر بيبقى من طالما من كليه يبقى من كليه لكليه مش عن طريق مكتب التنسيق. ثانويه ازهريه السنه دي عن طريق مكتب التنسيق بعد نتيجه الدور الثاني بتاع الازهر هينزل بيان صاحبه في الجرايد بكليات المتحده فقط. نزلت النهارده جايب اسمي يحيى وجايب 64.5 ازهر. الامتحانات جت صعبه وكانوا بينتقموا فعلا مننا في الازهر السنه دي. نسبه النجاح 28%. 28% 1/10 دي نسبه يعني اقل سنه جت. اربعه بس ناجحين عندنا في المدرسه. الاول جايب حاجه و70%، انا جبت 63.5 وكنت داخل بلعب على التسعينات اصلا. اتصدمت من المجموع. مواد منزلين فيها جامد. التصحيح زباله طبعا، عامل اعاده تصحيح في 6 مواد او 5 مواد. لسه مستني نتيجه التصحيح. بس الازهر خلاص كده اتدمر وضاع. بس يا ريت يفتحوا بقى النقل للقاهره او حلوان او عين شمس عشان نعرف نخرج من الازهر ده. عامل زي التربه، الواحد بيخش ما بيعرفش يخرج منه. كل كلياته التنسيق السنه دي يعني احنا كنا متوقعين ان هو يبقى اقل من كده كتير. الامتحانات الرياضه بالذات جايه صعبه. الرياضه فيزياء كانت حلوه بس الرياضه والكيمياء صعبه علينا شويه. 91.5 عبد الله اشرف في جامعة في معهد شبين الناطر. عايز اقدم الشروق عشان احجز بس الشروق، يعني عايز احجز في الشروق. انا جايب 91.5 ومستني تنسيق الازهر. يا ريت يكون قليل يعني. هم نفخونا في الامتحانات بصراحه. والله درجاتي بصراحه مش حلوه كويسه، بس الظلم تحس ان هو مظلوم في التعليم، في التعليم الورق تصحيح بس. فهم يعني بيفضلوا بتوع القاهره وحلوان وعين شمس عننا بتاع الازهر دول. بس فجاه النهارده اشوف التنسيق مفتوح، هيفتحوا باب التنسيق، باب التحويل من الازهر للقاهره او لا. بس وبخصوص جامعه الازهر اصلا بيسقطوا الناس اصلا فيها عشان تحاول منها.